محاربون يستبسلون للدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب ويستكملون تطهير البلاد، ومواطنون يتابعون تلك الانتصارات. كاميرا واكبت هذا التلحم بين الشعب الداعم والجيش الحامي والشرطة اليقظة في محافظة القاهرة. الشعب كله واقف معاهم بروحه وبقلبه وبأي حاجة يحتاجوها، طبعا دول بيدافعوا عننا. الجيش بتاعنا قوي جدا، الجيش بتاعنا يعني من أقوى جيش في العالم كله، وربنا يحميهم يا رب، فهمني، وربنا يوفقهم. هم كده خلاص هيقضوا على الارهاب، خلاص كده قضوا عليه بكميه كامده جامده جدا. مش عارف قيمه القوات المسلحه الا المواطن اللي انتسب للقوات المسلحه واتدرب وتعلم فيها، هي المدرسه الكبرى. ومحدش يعرف قيمه الجيش المصري ولا قيمه ابطاله العظام اللي ماتوا وضحوا واللي بيموتوا عشان الناس دي تعيش في الشارع. الله ينصر الجيش والشرطه وينصر مصر على كل من يعاديها، من بقر خارجيا وداخليا. الناس كلها بتأيدهم ووقفة وراهم، واحنا يعني الموضوع ده كان من زمان، المفروض كان يتعمل من زمان، ويعني حاجة مشرفة للجيش المصري، وان احنا بنفتخر ان الجيش بتاعنا بهذا الحجم وبهذا المنظر وقادر يصد في سيناء وقادر يعمل هذه العمليات. ربنا يخلي الجيش والشرطة، وهم فعلا بيريحوا الشعب المصري من القرف اللي شفناه السنين والعمر كله، وهم اللي حافظ البلد وهو اللي حمينا وهو اللي معيش الناس دي كلها في امان. وفي اسوان رصدت كاميراتان تلحم الشعب والجيش والشرطه في مواجهه الارهاب الاسود. يشكر الجيش والشرطه ويشكر هم يعني مخلينا في امان ومخلينا 100 100. ربنا يقويه، لاني ولدي انا هناك برضه، ربنا يقويهم على الارهاب ويقويهم على البلد وينصرهم على من يعاديهم. بندعي للقوات المسلحه ربنا ينصرهم على جميع الاعداء. بنقول لهم ربنا معاكم، وانتوا الجيش المصري من اقوى جيوش العالم، واحنا في ظهركم. لو نقدر فعلا نيجي نحارب معاكم مش هنتاخر. اللي احنا بنمتلكه ان احنا ندعي لكم، وعارفين ان احنا في ايد امنه بوجودكم. طبعا احنا دايما مع الجيش والشرطه، نقول لهم ربنا يعينكم وربنا يكرمكم ان شاء الله، واحنا معاهم قلبا وقالبا، ومع الرئاسه ان شاء الله قلبا وقالبا. احنا بندعم الجيش المصري لانه هو الجيش بتاعنا، وفي نفس الوقت بنقول لهم ربنا يعينكم، وفي نفس الوقت احنا مدعمينهم بكل قوه. احنا بندعمهم للاخر ومعاكم للاخر بكل ما نقدر نمتلك للجيش والشرطه، يد واحده. انتوا على الطريق الحق، لازم تستمروا وتجيبوا حق الشهداء اللي ماتوا. الله ربنا يكرمهم، ولو ماتوا شهداء احنا معاهم برضك، احنا وطنيين زيهم، ان شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله. والله بنقول ربنا يعينهم على اللي هم فيه، ويحموا الوطن ويحموا الدوله من اي عدوان واي ارهاب.